نحط بس في النهاية المعادلة النهائية علاقتها بالديوتي سايكل. عندي V out يساوي V in على 1 minus الديوتي سايكل. شو يعني 1 minus الديوتي سايكل؟ يعني 1 ناقص 20، 1 ناقص 25؟ الواحد بيمثل 100%. 100% ممتاز. إذا الديوتي سايكل إيش لازم أحط؟ أحط مثلا 0.35. كيف كنا نعمل بالديسكاونت ريت؟ إذا كان ديسكاونت ريت كنا نحط رقم أقل من 1. فهون مثلا الديوتي سايكل إذا حطيتها ربع بتصير هاي V out على 1 ناقص 0.25 اللي هي V out على 0.75. إذا قسمت على رقم أقل من 1 إيش النتيجة بتكون؟ تكبر. مش هيك؟ لا مش هيك بتكون يعني الوقت اللي كان فيه مطفيه 500%. صحيح، بس أنا لو قسمت على ربع مش بتكبر أكبر، تنضرب في 4. وكل ما زدت الوقت اللي كان اون فيه شو بيصير بالاوتبوت؟ بصير اكبر، لاني عم باخذ 1 ناقص منه. في نفس الوقت يمكن الريبل تصير اكبر، نفس الوقت ممكن الريبل ممكن يتغير. هلا الريبل بتحكم فيه عن طريق الفريكونسي والكاباستر. هون انت الهدف الرئيسي شو تتحكم؟ بالافرج اوتبوت فولتج. في اوت على فكره هي الافرج اوتبوت فولتج. شو يعني الافرج اوتبوت فولتج؟ يعني هذا الخط. اوكي؟ الريبل بغيره عن طريق تغيير الفريكونسي والكاباستر. تمام؟ اوكي؟ واضحة هاي المعادلة؟ قسمت، إذا قسمت على 0.7 إيش كأني بضرب؟ بضرب بواحد وثلث. بس إذا قسمت على ربع كأني بضرب بإيش؟ ربع. اوكي؟ تمام؟